السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الحوت، حظك اليوم الأربعاء 28/8/2024. افهم شريك حياتك. من حيث الجانب المهني، لا تنسى المهام المطلوبة منك، وضع خطة زمنية لتنفيذها في أسرع وقت ممكن حتى لا تتراكم عليك مع مرور الوقت. أما من حيث الجانب العاطفي، افهم شريك حياتك وحاول أن تحسن علاقتك به طوال الوقت حتى تصبح حياتكما سعيدة وهادئة، وإياك وإزعاجه بأفعالك الصبيانية مرة أخرى. أما من حيث الجانب الصحي، احرص على تناول الحليب بشكل يومي حتى تستفيد من عناصره الغذائية، مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لك. أما عن توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة لبرج الحوت، يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يتخلص من الشعور بالكسل ويضع خطة لإنهاء المهام المطلوبة منه. وفي نهاية هذا الفيديو، لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.